السلام الخوت، كالعادة راكم عارفين القواعدات، الكوانو الكيت والسينتا والظلام. قبل ما نبداو العشران بغيت غير نقول لكم سيبورتيو ستوري بلي لايك، لي لايك الخوت راه على حسب ما قالوا بلي راه كيسيبورتيو الفيديو، ومؤخرا وليتو كتنساوهم. عارف بلي راه ماشي ما كتبغيوش ديروها ولكن كتنساوها، داكشي علاش قبل ما تبدا خبط ديك اللايك. راكم عارفين الاستوار راه زينه بلا ما تحتاج تات سالي عاد تخبط اللايك. طايق فراسي خوت. المهم سيبورتيو لا فيديو، راكم عارفين البلانات كاملين اللي غاديروا. فهذا ما كان العشران، نبداو. من بعد ما عدبوني مزيان المرة التانية، صبحوا عليا الغد ليه مع الصباح، كانوا معولين يديوني للحصة الثالثة ديال التعذيب، ولكن هاد المرة شافوا بلي لوكور ديالي ما قعد على شاي. لوكور ديالي ما عدو حتى لينيرجي اللي هز بها الراس من فوق البياصة، واخا هكاك ما حنوش فيا، هزوني مرابعة حتى للغرفة ديال التحقيق. ملي وصلوني تم مع بدا عليا داك مول الصوت الخشين بالأسئلة، بان لي من الكريماس ديال وجهي باللي راه لساني تلوى وما عدو طاقة باش يجاوب. وهنا عطاهم الأمر وقال ليهم ردوا الزبل البياصة ديالو، تا هما ما ترددوش ونفذوا الأمر. وملي وصلوني للبياصة داز بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الأيام، تكون على الأقل شي 7 أيام ولا 8 أيام، ما جاوش وصلوني، كيجيبوا لي غير الماكله، تخلطوا عليا الايام وما عرفتش حتىش من النهار فاش كنكون. كانوا لي جور كيشبهوا لبعضياتهم، ما كنت كندير حتى حاجه من غير انني كنبقى جالس وكنراقب ايتها حركه في لونطوراج ديال هاد البيت هذا فاش كاين. كان فوق ما صونا داك الصونيت ديال الباب، كنقول باللي راه شي مسؤول جا وجايب معاه شي خبيره زينه، كان يحسب لي باللي نساوني وباللي راه سالا ودوك الحفلات ديال التعذيب. ومشيت بعيد بالخيال ديالي لدرجة وليت كنفكر باللي راه صافي ما بقى والو ويطلقوني، ولكن ما تعطلتش بزاف باش نعرف باللي داك الجرس اللي كنسمع راه غير ديال الحراس ديال الغارديانات ملي كيبغيو يتبادلو وشي كايرون بلاصيشي. وكان ديما مع 11 ديال الصباح كيجي شي حد وكيفيقني، خصو يتأكد باللي راني مازال حي. ملي كان كيجيني الجوع كنت كنهز ديك النعمه اللي كيجيبولي كنحطها في حجري، وكنهز الخبز كنبقى نقطعو بسناني ونلوحو في الماكله. هادي هي الطريقه الوحيده اللي كنت كنستعمل حيت ما عدي ليها العين، خوكم راه كيبقى مقيد ومغلل على طول النهار. هاد الطريقه اللي غنتعود عليها لمده طويله، واخا كانوا هاد السناس لو القيود كيعرقلوني على الماكله، كنت كنرد حالتي حاله لا من فراش ولا من لباسي، كنرد حالتي حاله بالزيت وبالمرقه وبالماكله. في الاول كان هادشي كيديرونجيني وكنبقى نحاول باش ما نوسخش فراشي ولباسي، ولكن من بعد ما توسخوا ما بقيتش كنتسوق لهم ولا نديها فيهم. اما الطواليت فكنت الا بغيت نمشي ليها فراه كنقضي حاجتي عزكم الله بالسناس والمينوط، وما كنتش كنلقى حتى شي طريقه نقدر نستنجا بها من بعد ما كنقضي حاجتي. ولا الايام والشهور كيدوزوا، الشي اللي خلى واحد الريحه تكون فيا ما نعاودش ليكم، ريحه الجيفه ولا تقدر تقول ريحه الموت في بنادم، وحتى هي ولفوها نيوفي وما بقاوش كيشمشموها. اما الغارديانات اللي كانوا كيدخلوا عدي باش يحطوا لي الماكله فرا ولاو كيدخلوا وكيسدوني وفهم ويتأفوا عليا. القمل بدا كيتعشش ليا في الزغب دراسي،
كان كيتزاد بواحد الطريقة اللي عجيبة، ولاو جيوش ديال القمل في القنة ديالي. خصكم تعرفوا فين ما تحط القمل كيبداو جيوش البرغوت تا هما ياخذوا مواقعهم في لوكور ديال بنادم. عمرت برغوت وقملها الخوت، الشي اللي خلاني ندير بحال الماعز، نبقى نحك ظهري مع الحيط. الصراحة واخا هكاك عمرو عليا القنت، واخا كان هادشي كيديرونجيني وكيهلكني بالقريص، ولكن اكتشفت باللي وليت كندوز معاه الوقت بجغيماد الماء. كنت كنتلاها معاهم وكنبقى نقلب عليهم باش نقتلهم. هاد لوبيراسيون هادي كانت كتلاهيني وكتدوز ليا الوقت. واحد النهار دخلوا الغارديانات في واحد الوقت اللي ما موالفاش فيه كيدخلوا عدي. قال لي واحد الصوت منهم: نوضا ودي دوش نوض. كمل كلامه وقال لي: راه ريحتك ولات بحال الطاعون، نوض دوش، احنا نحيدو لك السناسل باش تحيد حوايجك. راه غندخلوك للدوش غتلقى فيه واحد الصابونيه، غسل بها مزيان باش تحيد منك هاد الريحه النتينه. هادشي كيعني بلي غادي نوقف عريان قدام هاد خوتنا. عمرني في حياتي ما وقفت زبط قدام شي حد. بداو كيحيدوا لي السناسل، حيدت حوايجي كاملين وخليت واحد سليب بالداخل. قال لي واحد منهم: نصل مالك شتك خليتي داك السليب؟ قلت لي لا غي خليه، ماشي مشكل غندوش به. بداو يضحكوا ويقول لي: غير حيدها صاحبي، انت مالك حشمان؟ رحنا رجال بيناتنا. قلت له: هاد القضيه ديال حنا بيناتنا راه كاينه عند النساء ماشي عند الرجال. خونا الهضره اللي قلت له قنعاتو، ما عاودش معايا الكلام. صاقوني ديريكت للحمام، وقبل ما ندخل عطاني واحد من الغارديانات واحد القرعه فيها الدواء. قال لي: دهن بها لوكور ديالك كامل من غير الراس. نطق واحد اخر منهم وقال لي: ودهن بها حتى داك السليب اللي لاصق معاك. وهنا تفرشخوا علي بالضحك، بداو كيضحكوا وانا كنت تغلغل. الصراحه حسيت بالاهانه من هاد الكلام، ولكن ما عندي ما ندير. هاد الغارديانات يعلم الله شحال غادي نجلس معاهم، مازال ما خصنيش ندير معاهم شي حاجه اللي ما هياش. اصلا ما عندي ما ندير، غير ما خصنيش نجاوبهم شي جواب اللي يخليهم يهزوا من جهتي ضغينة. دهنت بداك الدواء اللي عطاوني ودخلت دوش، ولبسوا لي حويجات اخرين، رطوني البياصة ديالي. والغد ليه غتقول داك القمل بحال لا عمرو كان، بحال لا قلتي تصب للمش. وملي كنت كندوش كانوا بدلوا لي حتى الفراش ديال ديك البياصة. الصراحة القمل خلا بلاصتو، ما بقات عندي حتى شي حاجه اللي نبقى ملاهي بيها. فهاد القنت هذا خوتي ما يمكنش تعرف شنو هو المصير ديالك، يقدر يطلقوك غدا وانت عندك قضيه قدها قداش، ويقدر تضرب معاهم سنين وعوام لاتفه الاسباب. جا عندي واحد الغارديان وقال لي: سيب الخضره غادي يكون من حقك تدوش مره في السيمانه، وهذا الشيء باش يكون في راسك راه كنديروه معاك غير انت، اما كنديروهش مع الاخرين. واش عرفتي علاش ولا لا؟ قلت له علاش؟ ويقول لي: حيت انت مكالمي ومرزن، ورا المسؤولين سمحوا ليك باش تبقى تدوش مره في السيمانه. بقى بحال ما هكا. هنا حسيت باللي بغاو يديروا معايا العمليه ديال المقايضه. عطينا نعطيوك، كان الحمام هو الثمن ديال الكالم اللي كنت مكالمي. واخا هادشي كامل اللي كنت كنكون فيه كنت كنبقى ديما كالم، وكنتعامل مع الحراس باحترام، الشي اللي غيخلي شي غارديانات غيبداو يرتاحوا ليا. العزله اللي كنت فيها بقات كتهرس شويه بشويه، واخا الوتيره باش كتهرس كانت بطيئه، ولكن ماشي مشكل. ولاو الغارديانات هنا كيبغيو يشريو معايا الصحبه ويشاركوا معايا اللغة، وما كان علي الا ندير لهم خاطرهم. ما كان عندي الا الصبر. ولاو شي غارديانات ملي كيجيو يشدو سوايعهم ديال العسه كيدخلوا ويقولوا لي السلام. بقاو على هاد الحال حتى ولا كلشي كيدخل وكيقول لي السلام من غير واحد خينا فيهم. واحد الغارديان كان الى دوا بحال الى تقول خاشي وجهه في شي سطل كبير وكيدوي. هاد الغارديان كان ديما كيجعوق، شحال من مره كنت سمعتو كيبقى مناقر مع عشرانه.
كان قاسح وخشين، كنت كان خاف منه وما كان حملش ندوش من اللي كتكون النوبة ديالو، حيث هو من اللي كان كيبغي يرد لي السناس له القفولة كيردها بواحد الطريقة اللي أغريسيف وكيزيرها على كيف كانت، الشي اللي كيخليني من اللي كتكون نوبته ندير بناقص من الدوش ونصبر حتى للسيمانة الماجية. خونا حتى هو فهم البلان وبقى كيدير لي ديما هاد الخدمة باش بالعاني ما ندوش في النوبة فاش كيكون هو. حتى الطواليت كنت كنفضل نصبر وما نعيط ليش باش يفتح لي نمشي ليها، حيت واحد المرة عيط له باش نمشي للطواليت وهو يقول لي وانت ما كيجيك تبزق حتى تنكون انا. اخوتي هكا باش قال هكا باش قالها ليا هكا باش قالها ليا وشي اللي خلاني نولي ندير بالناقص. مع الوقت وليت كنميز بين الغارديانات اللي تما غير من الصوت ديالهم، هاد العصابة اللي على عينيا خلاتني نتعامل مع هاد لونتوراج اللي كاين فيه بحال شي كفيف. الاصوات كتختلف كيما كيختلفوا الوجوه، هادشي ما غيعرفو غير اللي فقد النعمة البصر. الغارديانات هنا كيعيطوا على بعضياتهم باسماء مستعارة، وكان مرة كيغلط شي حد وكيعيط بشي سمية اخرى لصاحبه. هنا كان عارف باللي راه عيط له بسميته الحقيقيه، والصراحه كانوا هاد الحراس اللي كيغلطوا بزاف، شحال ما كانت كدوز ليام والشهور كانوا كيتهرسوا دوك الحواجز بيني وبين الغارديانات، ومع المده ولاو شي وحدين من الحراس ما كيكتفيوش غير بالسلام، ولاو كيشاركوا معايا الغاو يسولوني على الصحيحه وكيف داير مع الوقت واش ارتاحيتي ولا لا عشان ترتاح انا. المهم ولاو كيشاركوا معايا اللغة وكيبقاو يسولوني على حالي وحوالي، وشي وحدين اخرين كانوا كيبقاو يدعيو معايا بالفراج، وكاين منهم اللي كيجي الملال كيجي عندي بالليل ويبقى يتحدث معايا. الصراحة كان هاد الشي كيخفف وينفس عليا بزاف. في واحد الليلة من الليالي وكالعادة كنت جالس كنطيب نعاسي وملاهي كنلعب في السناس ذو القفولة اللي مغليني بيهم، واحد اللحظة هو يدخل عدي واحد الغارديان كانوا كيعيطوا له نينو، راكم عارفين الخوت هذا ما هو إلا اسم مستعار. قال لي السلام عليكم ولدي، جاري حدايا بحالي لا عادي. هنا تشوكيت وما عرفت ما ندير، هادي أول مرة غيدخل عدي شي مخلوق لهاد البيت وما غاديش يعيط لي والحاج نزل العصابة على عينيك. دخل عدي بوجهه مكشوف، ما عرفت باش تبليت وتقال لي لساني. من بعد شهور عديدة هادي أول مرة غنشوف فيها الفيغورة تاع شي مخلوق في هاد الكوان. نينو غيدخل التاريخ عدي وغيكون أول واحد غيتجرأ ويدخل عليا بوجهه مكشوف. نينو كان عارف مزيان شنو كيدير، كان هو الغارديان القديم هنايا وهو شاف ديكيب ديال ديك ليكيب اللي كتكون مغاردية بالليل اللي فيها ثلاثة ديال الغارديانات. التصرف اللي دار نينو كان تصرف شخصي من عدو، وهنا عرفت باللي الحارس لا طاق فيك فراه غيتعامل معاك بلا باندا. دهشت بزاف من اللي دخل عندي خونا، ما عرفتش علاش حشمت منه وما قدرتش حتى نهز فيه العين. الصراحة حسيت بواحد الدفء وواحد العاطف قوي من اللي جاري حدايا. نينو رجع لي الثقة في النفس كإنسان. هاد نينو هذا من اللي شفت وجهه عرفت غادي يكون في الاخر ديال الربعينات وعلين يدخل في الخمسينات، كانوا الكريماس ديال وجهو الى شتيهم اوتوماتيكمون كيتاكتيفا المود ديال الراحه عندك كترتاح له. نينو بدا كيهضر معايا وهضرته كانت مبازيه على القضاء والقدر، وخصك ترضى بالمكتاب مهما كان سواء كان فيه الخير ولا في الشر، وهضرته كان كيدعمها بداكشي اللي حافظ من القران وشويه ديال الحديث. الصراحة كان كيدير بزاف ديال الأغلاط في شي آيات، الشي اللي خلاني نتحرج قدامه، بديت كنصححهم ليه وأنا حشمان منه، ولكن نينو كان كيتقبل داك التصحيح اللي كنصحح له بكل روح رياضية، كانت ثقافته متواضعة، ولكن غنكتشف من بعد باللي الإيمان ديالو بالله كان قوي وقوي بزاف، كان باغي من هاد الزيارة ليا يدخل شوية ديال الأمل لقلبي. حيت كان عارف مزيان الظروف اللي راني فيها، كمل حديثه معايا وقال لي اسمع السيب الخضرة،
راه بزاف ديال الناس دازوا في هاد البلاصة قبل منك، راه دوزوا الويل لك حلوة لكن تلقوهم ورجعوا عند ولادهم. غير صبر وتفائل بالخير، كل شي غادي يدوز وغيبقى هاد شي غير تعاويد. كانوا الغارديانات هنا ما كيعرفوا والو على المعتقلين من غير النماري تاعهم. كان المعتقل هنا مجرد نمرة، وانا النمرة ديالي هي 234. سولني نينو شحال في عمرك، قلت له 32 سنة. لونصالي السؤال الثاني وقال لي واش مزوج، قلت له اه مزوج وعندي بنية سميتها راوية. قال لي مسكين راوية، هذه أول مرة هاد السمية يسمعوها ودنية، ولكن راها زوينة. كنت عارف باللي هاد الأسئلة ديال نينو ما هما إلا تمهيد باش يسولني على شي حاجة أخرى. قال لي منين أنت؟ قلت له أنا من فلسطين ولكن الأصل مغربي. هو يلوح لي السؤال اللي كان بسببه باش جبد معايا اللغة. كنت عارف واش غادي يسولني هاد السؤال عاجلا أم آجلا. قال لي علاش جابوك هنا؟ كانت النقطة ديال الضعف ديالي هي ملي شدوني في كازا وما كان معايا حتى شي حد، ونهار داوني للكوميسارية المعارف كانت عندي فرصة باش نقول لشي حد من دوك المساجين اللي كانوا تما باش يوصل الخبيرة لمراتي ولا لدوك الجماعة مع من كنت في تونس. ولكن ما كنتش ضارب حساب لهاد الشي كامل، كنت كنقول راه غير شي سوء تفاهم وغيتلقوني بالخف. وكنظن دابا عندي فرصة باش ندير شي شاهد عليا، ندير شي شاهد وباش يعرف حكايتي ويوصلها ويطمن بها مراتي، ونقدر كاع نتصل بالجماعة ديالي في تونس. واخا هاد الاحتمال غيكون بعيد وصعيب، واخا الغارديانات هنا صعيب انهم يتسخروا ليك ويديو الخبيرة ديالك لأهلك، ولكن ما فيها باس نحاول. واخا الا ما نجحتش المهم نخلي شي شاهد اللي يكون عارف حكايتي ويكون عارف باللي واحد النهار راه كنت معتقل عند المخابرات. هنا بديت كنت تقرع له باللي كاين. قلت له اسمع سيدي، انا كنت خدام مع واحد المنظمة فلسطينية، وانا واحد من الناس اللي شاركوا في ديك العملية ديال الباطو ايكيلي لاورو. بديت كنعاود له هو عاطيني ودنه. واحد اللحظة هو يقول لي ولكن علاش اعتقلوك؟ هنا جاوبتو الجواب اللي كنت كنجاوب المحقق اللي ما كيعجبوش جوابي، المحقق مول الصوت الخشين. قلت له والله يا خويا ما عرفت. اللي قالوا لي هو انه لانتربول كان طالباني فين ما تشديت يسلموني ليها. هنا بديت كنحس بيه باللي ما بقى كيفهم والو في هادشي اللي كنقول. حديتنا انا ونينو طول وخذا سويعات، وملي بغى يديماري قلت له خويا نينو نسولك واحد السؤال الله يجازيك بالخير. قال لي مرحبا ولدي سول. قلت له واش سمعتي شي حاجة على القضية ديالي؟ جاوبني وقال لي اسمع ولدي والله ما راني عارف شي حاجة، احنا الغارديانات خدمتنا هنا غانغارديو، هاد المسائل هادو كيعرفوها غير المسؤولين في الداخلية، ولكن من التجربة ديالي الطويلة هنايا ومن التعليمات اللي عطاونا المسؤولين عليك نقدر نقول لك باللي راه اللي جاي غادي يكون زين. التعليمات اللي عطاونا كانوا ايجابيه، داكشي علاش غنقول لك اولدي ما تخاف والو، راه ما غيكون غير الخير ان شاء الله، وان شاء الله غيتلقوك في القريب العاجل. الصراحه كنت عارف باللي بهاد السؤال حملته فوق طاقته، ولكن والله حتى فرحني بجوابه، طمني الله يطمنه. بدات كدوز الايام وبدا الملل كيشير علي تاني، وليت كنوض كنبقى نتمشى مشيا ومجيا في ديك البيت. كانوا كيمرضوني دوك السناس بالتقرقيب، ولكن من بعد بديت كنحاول نشد ستون بداك التقرقيب. سبحان الله العظيم شحال هي عظيمة هاد النفس ديال الإنسان، كيكونوا عدا حيل عديدة باش تغلب على الصعاب. نينو كان نشر خباري في المجموعة ديالو، وملي كيتشونجاو بيناتهم مع المجموعات الأخرين كانت خباري حتى هي كتشونجا بيناتهم، وهاد الشي كان في صالحي حيت ولاو الغارديانات كاملهم كيتعاطفوا معايا. اما داك الغارديان اللي كان قبيح فراه بقى كيما هو ما تبدلش معايا، وحتى الغارديانات كانوا عارفينو كي داير، تحد ما عاود له خباري، خافوا لا يمشي يشكم بهم ويوصل الخبيره للمسؤولين. بقى قاسح معايا قسوحيه الحجر. واحد النهار دار واحد الغلط كبير،
حيتاش نسى راسو بديك العصبيه ديالو هو يدخل عدي بلا ما يقول ليه بط الباندا. لقى راسو واقف قدامي فاس فاس. الصراحه في الاول ما كنتش عرفتو واش هو من اللي دخل، ما كنتش عارف شكون هاد خونا اللي قدامي. كرشو قداش وكحل وقصير وغليظ، عينيه كانوا صغار ووجهو مبس. لو كان ما نطق وتكلم قاع ما كنت غنعرفو باللي راه هو هذا. غوت عليا هو يقول لي هبط الباندا الله ينعلم امك الشريفه العفيفه. كملها وجملها هو يعطيني واحد السقله، وهنا عرفتو باللي راه هو هذا. خونا كان كيحساب له باللي راه حارس من الحراس ديال المعتقلات السريه من الطراز الرفيع. ولكن ما بقات بو سريه قدامي. خونا كشف لي وجهه والتميم وراء عدي في الغلوغي. خونا كان كيفتاخر ديما بالقسوحيه ديالو مع المعتقلين، وقسوحيته كان كيدير ليها السباب الوطنيه. كان ديما كيقول بلي هاد المعتقلين اللي هنايا كلهم جواسيس وخوانا، خانوا الملك وخانوا الوطن. صراحه من مور ما داز داك التحقيق ما عمر شي حارس سبني ولا ضربني حتى لهاد خونا. الغارديانات ما كانش عندهم علاقه مع الضريب والسبان ولا التحقيق. الشي اللي خلاني نتعصب حيت الفالطه ديالو هو اللي داخل عدي بلا ما يعلمني، وزايدها ضاربني وانا مربوط ما لقيت حتى باش نطاكي. هاد الشي خلى جنوني يتجن وفقدت صوابي. حيت ديك الباندا وانا نزاوطها مورا الباب وانا نقول له انت بعدا ماشي راجل، كون كنتي راجل كاع ما تضربني وانا مربوط بالسناسل. واصلا الفالطه ديالك انا راه ما درت ليك والو، انت اللي داخل مدرم عدي. تسيفت عليه واحد تسيفه خايبه، حيت من نهار جيت لهاد الكوان كنت منضابط ومضريف مع كلشي. وهنا عاد عرفت بقيم داك المثل اللي كيقول يتقي شر الحليم اذا غضب. خونا تصدم وما عرف باش تبلى، كان راسمني في الغلوغ وفي شكل، ودابا كيشوفني في شكل اخر. بقى واقف شحال، وهنا قلت صافي دابا يعاود لي بشي ضربه. ولكن صدمني حتى هو بردة فعله. خرج وديماره ما زادش معايا حتى كلمه. هنا بديت كنستغرب لهذا الامر. ويلي واش زعما دوزها لي بجغيمه الماء؟ ولكن ما كان هذا الا ذاك الكارم اللي كيسبق العجاج. كنت عارف باللي جبت النحل على راسي، ولكن واخا هكاك والله حتى حسيت بالراحه، حيت راه اصلا درت ذاك الشي نيت اللي خصو يدار. خونا راه زاد فيه بلا قياس، وزيدون راه هو اللي جبدني، هو اللي داخل عدي بلا ما يعلمني. دازت شي نص ساعه مكانيه هو يجي واحد الضابط مع ذاك خونا. واحد الحاجه نسيت ما قلتها لك وما الخوت، هاد خونا هذا اللي ضربني وقع بيني وبينو هاد الغيار كان كيعيطوا له البابا. كيف ما كتعرفوا الخوت هذا ما هو الا اسم مستعار ديالو. جا عدي هو وداك الضابط وشي جوج غارديانات اخرين، وقفوا كاملهم برا كيف ديما، ودخل عندي غير هو، حيت هو صافي ديجا شايف وجهه يعني تحرق. هز ديك الباندا هو يمدها لي بواحد الكالم، قال لي لبسها. ملي لبستها هو يدخل عندي ذاك الضابط، نطق وقال لي علاش رميتي الباندا؟ جاوبتو قلت له اللي كاين. قلت له اسيدي انا ما رميت لا باندا لا والو، البابا دخل عندي هو يستفزني وانا ما حسيتش براسي حتى درت ذاك الجيست، وزيدون راه هو دخل عندي بلا ما يعلمني. وهذا الشيء ما وصيتونيش عليه، نتوما وصيتوني باللي قبل ما يدخل عندي اي واحد غادي يقول لي والحاج نزل الباندا وغنزلها كيف ديما. ورا دخل مدرم عدي ودار خطا وبغاني انا نتحمل المسؤوليه ديال الخطا اللي دار، وكملها وجملها ضربني على راسي وشبع فيا سبان. الضابط ملي سمعو ودنيه داك الشيء اللي قلت خرجوا زاد خلفه مع الباب بلا ما يزيد معايا حتى كلمه. هنا كان كيحساب لي باللي راني نجحت ملي دافعت على راسي، وباللي راه غيعاقبوا البابا على الفعل اللي دار. ولكن من بعد عرفت من الحراس باللي داك البابا مشى عند داك الضابط وكيشكي له وعكس له الحكايه. قال له باللي راه جا وعلمني وتصرف تصرف روتيني كيف ديما. قال لي نزل الباندا ونزلتها وخليته حتى دخل وانا نحيدها، وداك الشيء علاش ضربني وسبني. ومن موراها رميت الباندا وتا انا بديت كنسب فيه. وبما انه ماشي معقول يطيق المعتقل ويكذب الحارس اللي خدام معاه، فرجع الضابط مع الحراس عدي وقال لهم
ربطوا الكلب مع البياصة ديالو، وداك الشي اللي كان شدوا دوك السناس اللي كنت مقيد بيهم وداروا لي القفولة وداروهم مع دوك الحدايد ديال البياصة. وهنا غتبدا المعاناة ديالي الضوبل على زوج، وليت ما كان قدش نوقف، وليت مضطر أنني نبقى ديما مسرح فوق ديك الناموسية، وبهكا حرموني من واحد النعمة اللي كبيرة وكبيرة بزاف، واللي هي النعمة ديال المشي. بديت كان عاني في صمت من جديد، والوقت رجع كيتمشى غالونتي ولا كيتمشى بقل من سرعة الفكرون. ما عرفتش كيفاش غنبقى متحمل هاد الشي إلا زاد كتر من هكا. طلع لي الدم بزاف وحقدت على البابا، والمشكل البابا عاد ما زاد فيه. لو كان غير تكالما وتراجع شوية على ديك القسوة ديالو معايا من بعد هاد الشي، حاشا والي الله واش يدير هاد الفعل. كان البابا عاد ما زاد في الدوزاج ديال التكلبين ديالو معايا، كان كل مرة كيجي عدي كيبقى يستفزني بالضحك ديالو الباسل ويشبع فيا سبان. الغارديانات الاخرين اللي كانوا عشراني حضروني بزاف من شي ردة فعل غتكون ما هياش معاه. قال لي نينو اللي كان صاخط على البابا، اسمع ولدي، خصك تحط العصاب ديالك في الثلاجة، تحطهم في الكونجيلاتور، البابا راه غيبقى يستفزك باش يطيحك في شي مصيدة جديدة. ونقول لك واحد الحاجة، راه ما كانش عليك تشكيل الضابط على القسوة ديال البابا معاك، حيت هنا في هاد الكوان الا بغيتي الضابط يرضي على شي حارس فراه خاصك تشكيلو باللي راه خايب معاك كيف ما درتي انت ملي شكيتيلو على البابا. اما الا بغيتي تشريها لشي غارديان مع الضابط فراه خصك تبقى تشكرو كل ما جا سولك عليه، بقى تشكرو وتمدح فيه وتقول له الله يعمر هدار فلان وراه كيتعامل معايا معاملة زينة. عادي يا ولدي هي المعادلة ديال هاد الكوان، ومعمرك تغوت الى استفزك مازال ذاك الكلب. صبر له للتكلبين ديالو وخلي الوقت يدوز، وإلا جا عندك الضابط وسولك قول ليه شي هضره زينه عليه الا بغيتي تنتقم منه. قال لي نينو هاد الكلام وبقيت الصراحه كنفكر فيه مزيان، وبالرغم من هاد الشي ومن التعليمات الصارمه اللي ولات في حقي، بقاو الغارديانات اللي كانوا معاشرين معايا بقاو على صباغتهم، ما تبدلوش وبقاو معاطفين معايا، كان كل واحد والطريقه باش كيعاملني. ومع الوقت وليت قريب منهم بزاف، وليت قريب بزاف من الغارديانات، واللي كان منهم واحد الغارديان كانوا كيقولوا له القحطاني. كان هذا الغارديان هذا من مدينه مراكش، تعاشرنا انا وياه حتى ولينا بحال الخوت، الشيء اللي غيخلي هاد العشره تخلينا عزاز على بعضياتنا بزاف. القحطاني كان كيدوز معايا اغلب الاوقات ملي كيكون فيه الروند ديالو، كنا كنبقاو الليله كامله وحنا كنتحدوا. القحطاني كان العمر ديالو في الربعينات، كان شاب طويل ورقيق وحوايجو مدربلين علو، مطلق وعندو خمسة ديال الدراري، الصغير فيهم عندو 6 سنين والكبير عندو 15 سنة. اما طليقتو كانت خلات له الدراري ومشات تزوجات. القحطاني كان ديما كيشكي ليا من القسوة ديال الحياة عليه، وكان كاشف لي على كل صرارو، كان كيقول لي كون ما كنت كنبيع شوية ديال الحشيش مع هاد الماندا الزينة اللي عدي كون راني مت مع ولادي بالجوع. والحشيش ما كانش غير كيبيعو، كان حتى مبلي بيه، كان كيتكيفو قدام عشرانو الغارديانات اللي كانوا عاضرينو. الصراحة هاد القحطاني كان الله يعمرها دار، وزيادة على الخصال اللي فيه كان كريم، حاجتو قاع ما كانت ديالو، كان ديما كيجي ويجيب لي معاه شي حاجة نقصيها، زيادة على الدم الخفيف ديالو. راكم عارفين هل مراكش وقشابتهم الواسعة، كان من موقف بسيط يجبد لك عليه شي نكتة. ولات بيني وبين القحطاني كما قلت لكم محبة كبيرة، بديت كنعرف بفضل هاد الغارديانات اللي كانوا أصدقاء بزاف ديال الحوايج اللي كان ما كنتش غادي نقدر نعرفها. ومن الحوايج اللي عرفت هو باللي هاد الكوان اللي كاين فيه أنا دابا كان كاين في حي أقدال، واحد من الأحياء الراقية الرباط، وعرفت باللي ملي تعتقلت كان الجهاز ديال المخابرات بلا مدير، وعرفت باللي واحد الشاب كان عميد إقليمي هو اللي غيتعين من بعد كمدير لهذا الجهاز هذا، وعرفت باللي الطاج الفوقاني اللي كنت كندوز فيه التحقيق هو مديرية مكافحة التجسس والإرهاب، وكنت عرفت حتى الأسماء الحقيقية ديال المحققين اللي كانوا كيحقوا معايا كاملين.
وبقيت عاقل على هاد الاسماء وهذا الشيء كامل اللي عرفت، حيت هذا هو الدليل ديالي على انني كنت معتقل عند الاجهزه ديال المخابرات المغربيه. وبربيطي مع هاد البياص وليت بحال داك الفرخ اللي ماشي غير داروه في القفز، داروه في القفز وقطعوا له جنحانه ورجليه. كانت الحيله الوحيده اللي عندي هي انني نبقى نطلب نمشي للطواليت بزاف، على الاقل نتحرر شويه غير من هاد الربيط اللي كانوا رابطيني مع البياصه ديالي. كنت ملي كندخل للطواليت كنبقى اطول مده ممكنه عاد نرجع في حالي، وهاد الحيله ما كنتش كنحتاج لها ملي كانت تكون النوبه ديال الغارديانات اللي كانوا عشران، حيت كانوا كيجيو وكيجلسوا معايا ويونسوني، وهذا الشيء كان كينسيني في الناس اللي كنت مغلل بيهم. اما ملي كانت كتجي النوبه ديال البابا فراه ما كان كيوصلني حتى حد من الغارديانات، كانت ديك 8 سوايع ديالو اللي كيشد فيها لاغارد كانت كدوز ثقيله بحالو، وتا هو كان ما عدو ما يدار، كيجي وكيبقى مقابلني غير انا، وكان عدو بزاف ديال الطرق باش يديرونجيني. كانوا عدو صلاحيات واسعه، صلاحيات اللي كتكون عند شي غارديان فبحال هاد الكوان هذا، صلاحيات ديال واحد الغارديان على واحد المعتقل مربوط بالسناسل ومغلل على ناموسيته ولا حول له ولا قوه. والصراحه انا كنت متوقع وضارب الحساب ديال هاد الشيء اللي غيبقى يدير ليا، حيت عرفت باللي بحال هاد الكائنات ما في قلبه لا شفقه ولا رحمه، كنت عارف باللي بحال هاد المخلوق هذا عمر ينبو ضميره ولا يقول له شنو كدير، وما كان عليه غير الصبر، واخا الصبر كيضبر والصبر غير هضره مور الظهر، ولكن ما عديش من غيره اللي نحضر. رفعت الترابو ديال التحدي وقررت ما نركعش له مهما كانت الظروف، حيت اصلا ما بقيتش كنخاف من العقوبه، وراه حتى هما واقيلا سالاو ليهم العقوبات كاع الممكنه اللي ممكن يديروها مع شي معتقل. كاع داكشي دوزتو تقريبا، حاجه وحده اللي بقات هي الاعدام، هذه هي الحاجه اللي مازال ما جربتها. هنا بديت كنفكر كيفاش نقدر ننتقم من البابا، وهنا خليت الضربه اللي غندير له غير بيني وبين راسي، ما بغيت نقولها لتا حد من الغارديانات. العشيه تعاشات والبابا جات نوبته فين يشد لاغارد، دخل هو والغارديانات اللي كان هو شاف ديكيب ديالهم، وكالعاده دخلوا الغارديانات ومشاو مقصرين كارطا في الباب ديال المعتقل. اما البابا فراجا باش يقصر معايا، كان سلت على الغارديانات كان ما كيبغيش يلعب معاهم كارطا، كان كيبغي يجي عدي باش يلقى راحته، ما كيبغيش شي حد يكون شاهد عليه باش يبقى ديما في عينين الضابط الضحيه. وصل عدي الباب وبدا كيشوف فيا، كان كيشوف فيه شوفات طوال وعامرين بالحقد والوسخ. كان هاد البابا مبرهش فريو، كان كيدير داكشي ديال الدراري الصغار، يهز يديه يعوج عليا فمو يبقى يعوج في عينيه، كيبغي يستفزني بداكشي ديال البراش. بعض المرات كنبقى غير نشوف فيه وكتجيني الضحكه، كتجيني الضحكه مخلطه مع الفقسه، وما عرفتش كاع شنو، والله ما نعرف نشرح لكم كيفاش كنحس. ما كنتش كنزل الباندا حيت صافي خونا تحرق وجهه قدامي، يعني ديجا شايفو صافي ما كاين لاش غادي يبقى نزل العصابه، وحتى هو كان كيبغيني نشوفه، كان كيبغيني نشوفه ونشوف دوك الحركات ديال الحمقين اللي كيدير. وهنا بديت كنطبق ديك النصيحه اللي عطاني نينو، كان كيبقى يترطى يترطى ويسب وما كيخلي ما يدير، ولكن انا كنت ديما مبرد، كنت كنخليه يبقى يترطى تما كيف شي كلون، وما كنتش كنتسوق له. اما اليوم بالضبط فراه قلت والله حتى نبدا في التنفيذ ديال الحيله والخطه الانتقام اللي معول ندير له. مع جاب دا كيدير دوك الحركات كيف قلت لكم، وانا نبادر وسبقت الكلام قبل ما يبدا هو، قلت له واسمع هذاك الكلب، واسمع هذاك الكلب، خصك تدعي الله باش يطلقوني من هنا ولا نموت، ولا نموت، حيت الا ما وقعت شي حاجه من هاد زوج حوايج اللي قلت لك فراه غير توادع مع اولادك وترحم على راسك، راه غادي نقتلك، غادي نقتلك شي نهار وغنتقي على الجده ديالك. صراحه غامرت وقلت له هاد الكلام، ودابا غنقول لكم البارت الماجيه، نكملوا لي استوار، مازال بزاف ما يتقال في السطوري، داكشي علاش بغيت كدابه تنزل لتحت
زعزع كاع داكشي اللي كاين تم. لايك ابوني الا ما كنتيش دايرها، لوح شي كومونتير في الصنيديق وطلع.